انتوا يا اخوان جربوا هلا برمضان، اقرأ القرآن الكريم كأنك تسمعه من رب العالمين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. وكان بعض السلف يقول لي ختمة قراءة في كل شهر، ولي ختمة تدبر في كل سنة. التدبر هو تثوير المعاني في القرآن، عندما يقول ابن سعود لا تنقضي عجائبه، هو إيثار هذه العجائب واستنباطها واستخراجها، هذا مرتبة فوق التفسير. ليتدبروا آياته وليتذكر من، يا ربي الذي يتذكر، كل الناس، كلنا قرأنا وكلنا حفظنا وكلنا سمعنا، من هو الذي سيتذكر يا رب؟ ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. ونعيش بأن القرآن الكريم هي الروح التي بدونها سنكون موتى وإن أكلنا وشربنا وتمشينا بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بن كعب يعني أسمعني القرآن، فقال أقرأه عليك وعليك أنزل، قال أني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أسمعه من غيري. فما في مانع أن الإنسان يستفيد من هذا المعنى الجميل ويسمع، يقرأ القرآن بالسماع والقراءة أو بالسماع حتى فقط حتى يستشعر المعاني. البعض يظن أن سورة الفاتحة 7 آيات فقط، سهلة واضحة معانيها ما في جديد. لا، تأمل فيها، اسمع المحاضرات التي قيلت فيها، اقرأ في التفاسير ماذا كتب فيها، ستجد فيها كم هائل جدا من المعاني ومن الفوائد ومن اللطائف ما كانت تخطر لك على بال. ولكن المتدبر والمتأمل يجد أن الآية تفسر الآية، وأن المعنى يرتبط بالمعنى، وأن المعنى يتعانق مع المعنى، وأنك تجد في القرآن كل تساؤل تسأله. على الإنسان أن يسلم نفسه للقرآن الكريم ويقبل على القرآن بكامل استعداده للتغيير.